السلام عليكم متابعي قناة المجلة الكرام. كان يوجد في المدينة المنورة غلام يهودي في سن البلوغة، وكان أعور العين، وكان يقول كلاما عجيبا يفوق سنه، وعندما ينام كان يحدث قومه، وكان يتبح 70,000 من اليهود، ومن هنا أطلق عليه المسيح الدجال، وكان اليهود يرعبوا به المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشك في شخص من يهود المدينة يقال له صاف بن صياد أنه هو الدجال. وعندما زاد وكثر شك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه ليتأكد هل هذا الرجل فعلا هو الدجال أم لا، فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج معه الفاروق عمر بن الخطاب ووصل إلى حصن بن صياد. قال عمر: فتعجبت عندما رأيت النبي يتخفى خلف الأشجار وينتقل مسرعا من شجرة إلى أخرى حتى وصل بالقرب من ابن صياد، وكان مستلقيا على الأرض يتمتم بكلمات لا تفهم. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ينصت له محاولا أن يفهم ما يقول دون فائدة. وبينما هم كذلك خرجت من البيت أم ابن صياد وصاحت تقول: يا صافي، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال النبي: لو تركته، أي لو لم تصح، لظهر لي أمره وبانت حقيقته، هل هو الدجال أم لا؟ وقام النبي يسأله: يا ابن صياد، أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد بأنك رسول الأمين. وقال ابن صياد للنبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد بأني رسول الله؟ والعياذ بالله. فقال: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. ثم قال: يا ابن صياد، قد خبأت لك خبأة، والمعنى أنني اخترت لك كلمة في نفسي، حاول أن تعرف ما هي. فقال ابن صياد: الدخ، الدخ، الدخ. وقال له النبي: اخسأ، فلن تعدو قدرك. ثم أن عمر سأل النبي: ما خبأت له يا رسول الله؟ فقال: خبأت له كلمة الدخان، وعرف ابن صياد نصفها عندما قال الدخ الدخ. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أقطع عنقه. قال: دعه يا عمر، فإذا كان هو الدجال فلن تسلط عليه، وإذا لم يكن هو فلا خير لك في قتله. فانتشر أمر ابن صياد وشكوك النبي فيه بين الناس، حتى إن عمر بن الخطاب كان يقسم أمام النبي أنه هو الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليه. عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على هذا اليهودي الصغير ليختبره إن كان هو الدجال المحذر منه أو لا، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد باختباره إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة، وأن هذا اليهودي الصغير كان على طريقة الكهان، وأنه يتعامل مع الجن ويراهم. النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا اليهودي ولم يقتله مع ادعائه النبوة، إما لأن هذه فتنة امتحن الله بها عباده المؤمنين، وقيل لأن بينه صلى الله عليه وسلم وبين اليهود هدنة، وقيل لأنه دون البلوغ ولم تجري عليه الحدود. حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين ورحب صدره ولين جانبه يقابله جرأة هذا الغلام، ومواجهته لأعظم الخلق صلى الله عليه وسلم بهذه الغلظة والشدة. وعن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر: لن أحلف 10 مرات أن ابن صياد والدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. رواه أحمد. وبعد وفاة النبي روى عبد الله بن عمر بن الخطاب حادثة حدثت له مع ابن صياد، وذلك أن ابن صياد قد كثر ماله وولده حتى أصبح من أكثر الناس مالا وولدا، فرآه عبد الله بن عمر ومعه مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم في أحد أزقة المدينة، وإذا ابن صياد قد أصبح أعور، فتوجه إليه ابن عمر وقال له: متى فعلت عينك ما أرى يا ابن صياد؟ فقال: لا أدري، قمت ووجدتها هكذا.
فقال له ابن عمر: لا تدري عن عينك وهي في راسك؟ فقال ابن صياد: لو شاء الله لجعلها في عصاك. فغضب عليه ابن عمر وضربه بالعصا التي كانت معه. عندها غضب ابن صياد غضبة شديدة وانتفخ انتفاخة عجيبة لم نر مثلها. قال ابن عمر: فتوجهت بعدها إلى بيت أختي حفصة أم المؤمنين وزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرتها ما حدث لي مع ابن صياد، فلمتني على ذلك وقالت لي: ألا تعلم أن النبي قد أخبرنا أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها؟ ولكن مع تقدم الأيام أسلم صافي بن صياد وذهب حاجا إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وذكر ذلك في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في طريق العودة إلى المدينة من الحج توقفنا وتفرق الناس للراحة، ولم يبقى عندي إلا ابن صياد، فاستوحشت منه وقلت له: لو ذهبت إلى ذلك الظل أريد أن أبعده عني. فلما ذهب ووضع متاعه بعيدا عني رجع إلي ومعه لبن يريدني أن أشرب منه، فقلت له: إن الحر شديد وهذا اللبن حار لا أريد أن أشربه، وما بي من شيء إلا أنني أكره أن أشرب من يده. فجلس بجانبي وقال لي: يا أبا سعيد، لقد هممت أن أخذ حبلا وأعلقه في شجرة وأخنق نفسي فيه مما يقول عن الناس بأني أنا الدجال، وأنت من صحابة النبي ولا تخفى عليك أحاديثه، وهو الذي قال أن الدجال كافرا وأنا مسلم، وأن الدجال لا يدخل مكة أو المدينة وأنا غير ذلك، وأن الدجال لا يولد له وأنا لدي الأولاد، أما والله أني لا أعلم الدجال ولا أعلم أين هو. فقال له أبا سعيد: أيسرك أنك أنت الدجال؟ فقال ابن صياد: لو عرض علي لما كرهت. رواه مسلم. وكان مما زاد الشكوك في ابن صياد أنه في آخر حياته مات له جميع أولاده وبقي بلا عقبة. وعندما وقعت معركة الحرة بين جيش الحجاج بن يوسف الثقفي وأهل المدينة، خرج ابن صياد للقتال مع أهل المدينة، وفقد وبحثوا عنه ولم يجدوه مع الأحياء أو بين الأموات. ومن هنا كثير من العلماء يشكوا بأنه هو الدجال، والله أعلم. وقد التبس على العلماء ما جاء في ابن صياد وأشكل عليهم أمره، فمن قائل أنه الدجال، ومنهم من يقول أنه ليس الدجال، ومع كل فريق دليله. وتضاربت أقوالهم كثيرة، وقد اجتهد ابن حجر في التوفيق بين هذه الأقوال فقال: أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهد تميم موثوقا، وأن ابن صياد هو شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة، إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. فتح الباري. وقيل إن ابن صياد هو دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر، والله تعالى أعلم. لماذا الاشتراك بقناة المجلة؟ المجلة منصة إعلامية تثقيفية رقمية شاملة، أسرار وملفات غامضة تفتح لك لأول مرة عبر هذه المنصة. فريق متكامل يسعى لإثراء المحتوى العربي وزيادة الرصيد المعرفي لدى المواطن العربي على اليوتيوب. اشترك الآن ليصلك أسبوعيا أجمل الفيديوهات الثقافية والترفيهية وجديد الأفلام الوثائقية المدبلجة. اشترك الآن وانضم إلى آلاف المشاهدين شهريا. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.